تخصيص أسهم أرامكو وسعر الطرح النهائي. تخصيص أسهم أرامكو الذي ينتظره الكثيرين مثل ما ينتظرون سعر الطرح النهائي المتعلق بأسهم شركة أرامكو السعودية الذي له علاقة وثيقة بتخصيص الأسهم والذي سيتم الإعلان عنه مغرب اليوم الخميس الموافق 5 ديسمبر 2019 حيث ستعلن أرامكو عن السعر النهائي بعد أن تم إغلاق الاكتتاب أبوابه أمام المؤسسات يوم أمس الأربعاء الموافق 4 ديسمبر من عام 2019 بجانب أنه قد تم الانتهاء من الاكتتاب المخصص للأفراد الذي كان يوم 28 نوفمبر ومن خلال موقع محتوى بلس سنعرف تفاصيل تخصيص الأسهم فتابعنا. تخصيص أسهم أرامكو. ينتظر الكثيرين من متابعين اكتتاب أرامكو تخصيص أسهم أرامكو والإعلان عن السعر النهائي الليلة ليكون بتلك الخطوة أسرع تخصيص للأسهم في تاريخ أسواق السعودية، ويدل هذا على الجهود الكبيرة الذي تبذله الشركة والمسؤولون عن الاكتتاب فيما يخص بإدارة الاكتتاب بشكل عام. جاء ذلك في التوقيت الذي انتشرت فيه معلومات إعلامية تلمح لاحتمالية طرح السعر بمبلغ 32 ريال مقابل السهم، ويعتبر هذا هو الحد الأكبر للنطاق السعري، وفي تلك الحالة يكون هذا الطرح الأولي هو الأكبر بالعالم كله. وفي تلك الحالة سيكون الطرح متجاوز 25 مليار دولار لإجمالي الأسهم، وهي نفس قيمة طرح علي بابا الصينية التي كانت في عام 2014. ويتوقع خبراء الاقتصاد أنه بعد أن يتم استكمال الإجراءات الإدارية التي تخص الإدراج سيتم تحويل الشركة إلى شركة مساهمة عامة، وهنا توجد بعض المعلومات التي تلمح لوجود احتمالية لإدراج قبل تاريخه 12 ديسمبر، حيث أن هذا الموعد قام بتحديده مؤشر MSCI لإضافة أسهم أرامكو إلى المؤشر بشكل مستثنى في تاريخ 17 ديسمبر، أو هناك مقترح للانتظار إلى منتصف يناير في حالة أن الإدراج تأخر ميعاده المحدد. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.